يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الحالي جولة هي الثامنة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وستشمل مصر وإسرائيل وقطر والأردن. تستهدف جولة بلينكن إقناع إسرائيل بطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة. هي الثامنة في سلسلة زياراته للمنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر ولكن علامات استفهام كثيرة تحيط بزيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين فهو هذه المرة يعود لإسرائيل محاولا إقناعها بقبول طرح بايدن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة المفارقة هنا أن هذا الطرح بذاته وصفه بايدن بأنه عرض تقدمت به إسرائيل وفي 31 مايو الماضي تحدث حدث خلال خطاب بالبيت الابيض عن تقديم اسرائيل مقترحا من ثلاث مراحل يشمل تبادلا للمحتجزين باول مرحلتين وادامه وقف اطلاق النار بالمرحله الثانيه واعاده اعمار غزه بالمرحله الثالثه وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لم يوافق على انهاء الحرب في المرحله الثانيه من المقترح وانما فقط مناقشه تلك الخطوه وفق شروط تل ابيب مؤكدا انه يصر على عدم انهاء الحرب على غزه الا بعد تحقيق جميع اهدافها. بلينكن هذه المره يعود للمنطقه ايضا وسط مشهد اسرائيلي منقسم ومشتت وفي غايه التعقيد فما بين الشد والجذب داخل اروقه حكومه الحرب يتزعمها فريقان، احدهما بقياده سوموتريتش وبنجافير من جهه وهو يمين لا تتوارى بياناته عن التهديد بحل الحكومه حال الموافقه على صفقه المحتجزين، والفريق الاخر بزعامه جانيتس واذن كونت من جهة اخرى الذي يطالب نتنياهو بتحقيق الصفقة، وعلى صعيد الشارع الاسرائيلي نفسه لا تزال احتجاجات اهالي المحتجزين تتردد اصداؤها امام الكنيست وشوارع تل ابيب، وتواصل اسرائيل هذه الحرب متجاهله قرارا من مجلس الامن يطالبها بوقف القتال فورا واوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح الفلسطينيه واتخاذ تدابير فوريه لمنع وقوع اعمال اباده جماعيه.